السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس محمد أحمد سليمان من قناتكم قناة تربينات بالعربي. إحنا ما زلنا بنكمل في الكورس بتاع الجهاز تربين، وابتدينا في حلقات خلصنا انترودكشن واتكلمنا في نبذة سريعة عن أهم أجزاء الجهاز تربين وملامح سريعة عنها، وبعد كده ابتدينا نتكلم بقى على الأجزاء الرئيسية في الجهاز تربين. وابتدينا بأول شيء هو الكمبريسور، واتكلمنا في أول حلقة في الكمبريسور عن الفرق ما بين الأكسل كومبريسور والسنتريفيكال كومبريسور والاستخدامات بتاعتهم، وليه الأكسل كومبريسور أكثر استخداما، وكمان اتكلمنا ليه ما بنستخدمش البوزيتيف ديسبيسمنت كومبريسور، ليه بنستخدم الديناميك كومبريسور. وابتدينا في الحلقة اللي فاتت نتكلم على أول أجزاء بقى الأكسل كومبريسور أجزاءه، اتكلمنا عن الكيسنج والستيتور والفينز. النهارده ان شاء الله بقى هنبتدي نتكلم على الاكسل كومبريسور روتور، هنبتدي نتكلم على الروتور. زي ما احنا شايفين اهي الصوره قدامنا، الروتور بتاع الاكسل كومبريسور، وده جزء مهم جدا جدا جدا، لان دايما الروتور في اي معده تيربو ماشينري، اي معده روتيتنج اكويبمنت، سواء بامب او كومبريسور او تربينه، الروتور ده هو قلب المعده، هو اهم جزء في المعده، هو اغلى جزء في المعده، هو اكثر جزء حساس جدا في المعده. دايما بنحاول نسخر معظم الكنترول سيستم ان هو يراقب الروتور، سواء تمبريتشر ولا فايبريشن او اي حاجه على الروتور، لان هو جزء مهم جدا واغلى حاجه. وممكن نضحي بحاجات تانية لو أنا وصلت لمرحلة معينة إن أنا أضحي بحاجات تانية، بس أهم حاجة الروتر أحافظ عليه. الروتر ده طبعا، فبنحاول نركز مع بعض ونفهم أهمية الروتر. فلو بصينا كده، هو الروتر بتاعنا إيه أهميته؟ الروتر بتاعنا هنلاقي إن هو لما الروتر أول حاجة إن وظيفته أولا الفانكشن بتاعته إن هو زي ما إحنا قلنا بيحول الكاينيتيك انرجي، هو اللي بياخد بيدي كاينيتيك انرجي، بينجكت تمام كاينيتيك انرجي او طاقه حركيه للجازس، وفي حالتنا هنا في التربينه في الهواء، الجازس دي اللي هو الهواء عندنا اللي بنستخدمه عشان نعمله عمليه الكومبريشن، فهو اللي بيدي له الكاينيتيك انرجي. بس هنبتدي كمان نشوف بقى حاجات تانية هو بيعمل اكتر من كده، يعني هو مسؤول عن الكاينيتيك انرجي اللي بنديها للجاز. بس اما نيجي بقى كمان نبص لنقطة تانية، وهي ان الروتر بتاعنا في التصميم بتاعه في الاندستريال جاست باين او الجاست باين المستخدمة في الابلكيشنز الصناعية، بنلاقي ان في معايير في الديزاين لازم ناخد بالنا منها، لان عشان نقدر يأدي الوظائف بتاعته. طب هو ايه الوظائف اللي الروتر مفروض يعملها او اللي هو مسؤول عنها في الجاست باين في الكمبريسور بتاع الجاز تربين؟ هنلاقي ان مثلا اول وظيفه اللي الروتر هو اللي بيتثبت عليه الريش تمام، او البليدز بتاعه الكمبريسور، يبقى هو اللي بيتثبت عليه البليدز تمام. الحاجه الثانيه ان الروتر هو المسؤول عن ان هو ينقل التورك من التربينه للكمبريسور، يعني دلوقتي احنا زي ما احنا عارفين ان الكمبريسور بياخد حركته من التربينه، التربينه بعد ما بتبتدي تلف بتبتدي تدي الايه الحركه للكمبريسور، فبرضه الروتر هو اللي بينقل الحركه دي من التربينه للكمبريسور، فهو بيترانسميت التورك. كمان هو اللي بيحدد لي التشانل او الهاب ديامتر بتاع الكمبريسور والتربينه. فلو بصينا مثلا كده، ادي هو الايروديناميك تشانل جيومتري، بنلاقي اللي هو بيحدد الروتر، هو الجزء ده الروتر اهو تمام، والجزء اللبني ده هو الجزء اللي بيعدي فيه الهواء بتاعنا، فاللي بيحدد لي بقى الهاب ديامتر ده هو بعض الروتر تمام. كمان بنلاقي ان الروتر ليه وظيفه كمان اللي هو بقى بيجايد الكولينج اير، يعني الهواء بتاع الكولينج اللي انا هستخدمه بعد كده اللي هاخده، هاخد نقط منه اللي هو هيبرد لي الديسك. ساعات بستخدم التيوبز دي الجزء ده، وباخد هواء من الكمبريسور عشان ادخله بعد كده لكولينج التربينه. كمان بنلاقي ان الكمبريسور الروتور ده هو اللي بيعمل لي عمليه السيلينج، هو اللي بيعمل لي عمليه السيلينج والبيرنج سيرفيس. يعني مثلا اهو لو بصينا هنا في الصوره دي، ادي تربينه قدامنا اهي، لو بصينا هنا
فالروتور هو ده الروتور، تمام. فهو بقى الروتور الاجزاء بتاعته هي اللي بتعمل سيلينج مع الفينز. لو بصينا كده اهو الفينز اهي، ادي فينز ريشه ثابته، تمام، بينها بين الروتور، هو اللي بيعمل عمليه السيلينج عشان الهواء ما يضيعش، وكذلك في كل المراحل، تمام. وكمان هو بيمثل البيرنج سيرفيس، هو اللي عليه البيرنج، هو المكان البيرنج عليه الجزء ده زي ما احنا شايفينه اهو، هو ده اللي بيوريني البيرنج اهو حواليه، والروتور هو اللي بيقعد على البيرنج، فبيبقى عليه السيرفيس بتاع البيرنج، كمان عليه البروكسيميتي بتاعت الفايبريشن، تمام. كمان لازم نتاكد ان الروتور بيمثل لي او الديناميك بيهيفير بتاعته لازم يكون في الاكسبتابل، يعني البيهيفير ديناميك اللي هو بقى الحركه الديناميكيه بتاعته والفايبريشن لازم يكون في الاكسبتابل رينج. فكل ده بنراعيه في تصميم الروتور. كمان لو بصينا ان الروتور مرتبط بكريتيريا تانية في الديزاين بتاعه، بيبقى مرتبط بكريتيريا تانية او معايير تانية، زي عملية لازم نراعي في التصميم بتاعه برضه، عملية المانيفاكشنج او التصنيع بتاعته، سهولة عملية التصنيع وعملية الاسمبل التجميع بتاعته زي ما احنا هنشوف بعد كده الكونستراكشن بتاعت الروتور، وكمان عملية الصيانة، تمام، لما بنحتاج نعمل عملية صيانة عليه، سهولة عملية الصيانة عليه. وكمان برضو بناخد في الاعتبار روتيشنال انرشيا، الانرشيا بتاعة عملية الدوران بتاعة الكمبريسور. كمان بنراعي عملية الاكسيال ثرست بالانس، هل الكمبيوتر زي ما احنا هنشوف او نتيجة للاختلاف البريشر ما بين اول الكمبريسور واخر محطه كومبريسور، اختلاف الضغوط بيحصل عمليه بقى ايه، ان الشافت بيبتدي يتحرك في اتجاه ناحيه الاكتف سايد، زي ما هنبقى نشرح الكلام ده بعد كده في الكورس في الجزء بتاع البيرنج. المهم فهو لازم برضه نوعي فيه عمليه الايه، الاكسيال ثرست، ويبقى في عمليه بالانس. كمان لازم نتاكد ان الروتور بتاعي بيحقق لي السيفتي ساعة ما يحصل لا قدر الله يحصل أي فولت نتيجة بقى مثلا لبليد لوس، حصل مشكلة في البليد وبدأت تفقد أجزاء، هل هيبقى سيفتي الشافت بتاعي الروتر بتاعي هيبقى سيفتي لو حصل لا قدر الله في الجنريتور المتوصل بالروتر بتاعي حصل فيه شورت سيركت أو حصل فيه مشكلة، إيه البيهيفير، وهل هو هيبقى سيفتي في الحالة دي ولا لأ. كمان برضه في نقطة كمان، إن اللودنج بقى اللودنج اللي الروتور بيشيله المفروض بقى الديناميك بيهيفير زي ما احنا اتكلمنا فيه او السلوك بتاع الديناميكي بتاع الروتور يكون اكسبتابل، مش بس تحت بقى النورمال اوربيتال كونديشن، ولا كمان في الاوف ديزاين كونديشنز. طب احنا قلنا دلوقتي مصطلحين، النورمال اوبريشن اوبريتنج كونديشن والاوف ديزاين كونديشن، يعني ايه الفرق او ايه المصطلحين دول؟ اما باجي اقول نورمال اوبريتنج كونديشنز يعني ساعه ما المكنه تبقى محمله وشغاله وستيبل، دي بنسميها النورمال اوبريتنج كونديشنز، وغالبا بتكون دي هي النقطه اللي المصمم بتاع التربينه بتاع الكمبريسور هي دي اللي مصمم عندها الكمبريسور يشتغل ايه، هي دي نقطه الديزاين بتاعتها اللي هي النورمال اوبريتنج كونديشنز، اللي هي دايما بتبقى عند الحمل والمكنه محمله. لكن كلمه الاوف ديزاين كونديشنز دي اللي هي بقى زي ما قلنا هو المصمم لازم يجي يصمم عند نقطه في الاول، فدايما بيبقى مصمم عند النقطه اللي هي بيست افشنسي بوينت او نقطه التشغيل. لكن بقى الكمبريسور وهو المكنه وهي لسه بتستارت اب او في ساعه الشت داون بيبقى لسه سرعته قليله، فدي مش نورمال اوبريتنج كونديشن، دي بنسميها الاوف ديزاين كونديشن، اللي هو نقطه بيبقى المكنه عندها عند سرعات وعند احمال بعيده عن نقطه التصميم، بس لازم تمر بيهم نتيجه لعمليه الستارت اب او الشت داون، تمام. برضو بنلاقي ان زي ما احنا عارفين ان الروتور لازم يكون يعني يكون متاح فيه ان هو او يكون متوفر فيه السيفتي العالي عشان نتجنب اي كاتستروفيك فيلير او اي مشكله كبيره او ضخمه قد تؤثر على الروتور وتدمره لي. وكمان طب هو ايه المشكله لو لا قدر الله حصل مشكله في الروتور جامده نتيجه لسرعه الدوران عاليه؟ ممكن يا اما طبعا ان الماشين هتتدمر، لان الروتور لما لا قدر الله الريشه تفلت منه ولا الروتور يبتدي يحصل فيه مشكله مع السرعه العاليه دي هيبتدي ينطر بقى في اجزاء المكنه كلها وهيدمر المكنه كلها، وكل ده في وقت قليل جدا، تمام. كمان ممكن لا قدر الله لو حد من الاوبريتنج ستاف او الفيلد اوبريتور واقف جنب المكنه او قريب من الكمبريسور
في اي وقت من الاوقات ساعه ما يحصل كاتاستروفيك فيلير ده قد لا قدر الله يتصاب فيها ويحصل مشاكل جامده. برضو لما بنيجي نبص في الكمبريسور ديزاين بنلاقي ان الروتيشن السبيد بتاعت الروتور دي اللي هي بقى بنبقى محتاجينها خلاص عشان بتسبورت السنتريفيكال بليد لود نتيجه لعمليه سرعه الدوران بتاعه الروتور. بيبتدي يحصل بقى سنتريفيكال عند الاجزاء او التب بتاعه الروتور. التب دي طبعا كل ما الروتيشن سبيد بتزيد كل ما بتاثرلي في السنتريفيكال بليد لود. بنلاقي لو انا مثلا عندي الروتور بتاعي بيتكون من كذا ديسك زي ما هنشوف بعد كده، يعني مثلا هنا اهو ادي ديسك وديسك 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 متجمعين مع بعض على سنجل شافت. فالديسكات دي ممكن تكون متجمعه مع بعض اما عن طريق ويلدنج تكون ملحومه مع بعض يعني، او تكون عباره عن ميكانيكال فيكسنج بالبولز. هنشوف طبعا بالتفصيل يعني ايه الكلام ده. من الحاجات المؤثره جدا عندي بقى في الروتور كونستراكشن واللي بتاثر لي في الديزاين بتاع الروتور هو النمبر بتاع الديسكات اللي موجود على الروتور، يعني هو بيتكون من كام ديسك عندي بيكونوا الروتور، والسايز الحجم بتاع الديسك ذات نفسه ده برضو بيأثر في تصميم الروتور، وكمان الشيب بتاع الديسك شكل الديسك زي ما احنا هنشوف بعد كده. كمان بنلاقي بقى ان الروتور بتاعي هو بيتكون من ايه. الروتور بتاعي في الكونستراكشن بتاعه عندي تقريبا 3 تصميمات اساسية تمام، اما ان هو بيكون هيفي عباره عن هيفي ديسكس بقى ومتجمعه مع بعض ومتجمعه مع بعض في الاغلب بتكون لحام، بيحصل عمليه لحام كده في المحيط بتاع الديسكات وهي متجمعه مع بعض، ودي في دايما بتبقى في التربينات الكبيره او بتاعه الباور جنريشن، او ان بيبقى عباره عن شافت بيسموه مونو بلوك. المونو بلوك ده اللي هو الكمبريسور كله عباره عن معدن ومخروط في يعني الروتور مع الديسكات ذات نفسها زي ما هنشوف في شكل كده اهو، ادي اهو ده المونو بلوك عباره عن حته واحده كلها معدن، المعدن حته واحده ومخروط وعمليه الخطا تم فيه كله، فالديسكات هي مع الروتور ذات نفسها كلها عباره عن جزء واحد. ده الهيفي اهو، دي الهيفي ديسكس بقى وملحومه مع بعض ولدت روتور، ديسكات متجمعه مع بعض تمام، كل واحده متصنعه لوحدها وبعد كده بتتجمع وتتلحم. ده الحاجه الايه الثانيه. لكن النوع بقى الثالث ان العباره ان الروتور ده بيبقى عباره عن ديسكات تمام، وديسكات رفيعه وخفيفه الوزن وتكون متجمعه مع بعض اما عن طريق حاجه اسمها تاي بولت، اما بقى ميني تاي بولتس يعني ممكن يكون مالتي تاي رودز دي، او ايه او تكون تاي رود واحد زي ما احنا هنشوف بعد كده. ادي اهو السنترال تاي رود تمام. السنترال تاي رود ده لو انا عندي ديسكات صغيره بنلاقيها اهو، ادي سنترال تاي رود اهو والديسكات متجمعه عليه، شايفين يا جماعه تمام، هو تاي رود واحد واخد من اول الكمبريسور لغايه التربينه وكل الريش متجمعه عليه تمام، والديسكات متجمعه عليه. ادي برضو صوره تانية اهي بتورينا زي ما انتم شايفين، ادي اهو الديسكات ده كروس سيكشن من الديسكات اهي، وفي النص معدي اللي ايه السنترال تاي بولت ده خلاص، وبيبقى طبعا فيه في الاول نط وفي الاخر بيبقى فيه نط بحيث ان في الاخر النط ده بتربط بتكبس الديسكات على بعض تمام. ادي برضو صوره تانية اهي اللي هي اهي، ادي الديسكات اهي بتاعت الكمبريسور وبتتجمع مع بعض، وادي السنترال تمام تاي بولت هو ده اللي في النص اهو تمام، الديسكات دي بتنزل مع بعض وفي الاخر بيتربط عليهم ايه بنط بترك معين بحيث ان احنا نضمن ان كلهم يتحركوا مع بعض. وهنشوف كمان ان في طرق تانية عشان نمنع ان الديسكات دي ما تتزحلقش على بعضها تمام. النوع التاني بقى اللي هو السيفرال تاي رود، ادي السيفرال بقى تاي رود، ان يبقى مش فيش بقى تاي رود واحد بقى في النص ومعدي كده واخد الكمبريسور او التربينه كلها من اول الكمبريسور لغايه التربينه، لا ده بيبقى فيه ديسكات اهي متثبته، وفي عندي بقى تاي رود اهي تمام منتشره في المحيط في الداير، ممكن يبقوا 7 ممكن يكون 8 على حسب تصميم كل تربينه زي ما انتم شايفين اهو، ادي التاي رود اهي تمام، بيسموها بقى التصميم ده بيسموه سيفرال تاي رود، يبقى عباره عن ديسكات اهي، ادي ديسك
وادي ديسك وادي ديسك ولغايه اخر، وفي الاخر في تاي رودز موجوده مع بعض. طب في النص، طب فين بقى الروتور اللي في النص؟ اهو الروتور في النص بيبقى الجزء ده في اول ديسك موجود، ويسموه الستاب هاب او الستاب شافت. الستاب هاب او الستاب شافت ده بيبقى ده اول ايه التجميع، وكمان في الاخر في اخر الكومبريسور بيبقى برضه فيه اللي هو الرير، بيسموه الرير ستاب شافت. يبقى الاولاني ده الفرونت ستاب شافت، وده بيسموه الرير ستاب شافت، وده بيبقى كابل ده بقى مع عمود الشافت برضه بتاع التربينه. برضه بنلاحظ نقطه تانية برضه مهمه، الا وهي بقى ايه، طب هو دلوقتي احنا عرفنا اللي بيجمع في الاكسيالي بيجمعهم مع بعض اما التايب بوتس دول، طب هو مش ممكن دلوقتي في الديسكات دي بقى وهي متجمعه مع بعضيها؟ تمام، لو بيبقى في عندي اتنين تصميم، الديسكات دي تتجمع مع بعضيها برضو اللي هي التلامس ما بينها وبين بعضيها عشان الحركه تتنقل من ديسك لديسك، بيبقى في برضو عندي حاجتين، عندي تصميمين، اما بيبقى في بلان كونتاكت سيرفيس يعني في سطح مستوي كده والاتنين ملامسين مع بعض، تمام، كانهم اتنين ديسك موجودين على بعض. بس طبعا مشكله التصميم ده ان عند درجات الحراره العاليه وعند اللود العالي بيحصل عمليه سليبج او زحلقه، يبتدوا بقى يتزحلقوا ما بينهم وبين بعض. لذلك التصميم الاشهر بقى والاكثر انتشارا بقى هو بقى الهيرث كابلنج، او اللي هو الايه الديسكات بتبقى ليها اجزاء مسننه زي الشكل ده ما احنا كده شايفين اهو، اهو هكبر لكم الصوره، بيبقى الاجزاء مسننه في الروتو، وبرضه زي ما شفنا وفي الاخر اهو بيديني الشكل ده كده لما الديسكين بيتجمعوا مع بعض، الاثنين الاجزاء المسننه بتتدخل مع بعضيها بحيث ان هم ايه يبقوا بيتحركوا كجزء واحد، فمهما اللود على او درجات الحراره عالت مش هيحصل عمليه السليبج. برضه هو بيورينا اهو ادي التاي رودز اهي اللي هي في الداير، والديسكات ادي اهو الهيرث، الجزء اللي بيسموه الهيرث كابلنج ده بيدخل اهو بحيث ان الديسك اللي جاي بعديه يبقى الكونتاكت معاه، تمام، مقابل ده معاه، وكذلك بيبقى فيه من الجنب التاني بتاع الديسك اللي هو هيبتدي بقى ايه يجويند مع الجزء مع الهيرث كابلنج في الايه في الديسك الاخر، تمام. لما نيجي بقى ننتقل لنقطة اخرى برضو هنا بقى، وهي الايه عملية بقى تثبيت الريشة على الديسك. يبقى احنا دلوقتي خدنا الكونستراكشن وقلنا انواع الروتر، المونو بلوك، وخدنا اللي هو الهيفي ديسكس بقى وبتبقى ولدد مع بعضيها، وخدنا بقى اللي هو الايه النوع الاكثر انتشارا في التربينات اللي هي الصغيره السمول جاست باين او الايرو دريفتيف اللي هي بتبقى عباره عن تاي رود بيجمع ديسكات مع بعضيها، اما بقى تاي رود واحد بيبقى سنترال او مالتي تاي رودز تبقى منتشره في الداير، وكمان نوع الكابلنج ما بين بقى كل ديسك وديسك بيبقى عباره عن هيرث كابلنج، تمام، اللي هو الاجزاء المسننه. لكن لما بنيجي بقى ننتقل، طب هو الريشه او البليد ازاي بتتثبت على الديسك؟ عندنا ثلاث طرق من تثبيت الريش على البليدز. اول طريقه بقى اللي هي السيركمفرنشال او المحيطي، اللي هو يبتدي زي ما احنا شايفين هنا كده اهو، ادي الشكل ده اهو، بيبتدي يبقى الديسك ذات نفسه، ادي الديسك ده الديسك بتاعنا، تمام، يبتدي بقى وبيبقى فيه جزء زي جروف كده في الداير بتاعه، في الداير بتاعه فيه جروفز، فيبتدي البليدز تمام الروت بتاعها، هنبقى ان شاء الله نتكلم عن اجزاء البليدز بالتفصيل لما ندخل على جزء التربين سيكشن، هنبقى نتكلم على كل جزء واسمه ايه في البليدز. المهم فبنلاقي الروت بتاع البليدز بقى بيدخل في السلايدنج ده، وده بنسميه سيركمفرنشال ايه فيكسنج، تمام، وبيجي بعد كده بعد ما بيجمع البليدز كلها على المحيط بتاع الديسك بيبتدي يقفل في ما بين اخر اتنين بليدز، تمام، بيبتدي يقفل بكده بحاجه اسمها ايه بقى، ادي اللوك ايه اللوكينج لاجز، احيانا بيبقى واحد وممكن يكون اتنين على حسب ايه التصميم. ادي برضو شكل تاني اهو بيوريني اهو، ادي الديسك بتاعنا وادي الشكل اهو الجروف اهو وادي البليد وكلهم بيدخلوا في الاخر، اخر اتنين دول بيتجمعوا في الاخر خالص ويبتدي ايه اللوكينج نوت ده يقفل. لو بصينا بقى من كابلان فيو هنبتدي او توب فيو هنبتدي نشوف الشكل ده، ادي اللوكينج اتنين لوكينج ايه لاجز اهو موجودين، تمام، بعد ما الديسكات كلها البليد كلها بتتجمع، تمام. برضو الجزء ده بنسميه برضو عشان نبقى عارفين الجزء بتاع التثبيت ده في المحيط الروت بيتثبت طريقة او الاسم بتاعه اللي هو دوفيتيل، دوفيتيل سلوت، يعني كلمة دوفيتيل يعني تعشيق، فبنسميه ان النظام بتاع تثبيت الريش هنا هو نظام سيركمفرنشال يعني بيثبت في الداير، والروت بتاعته عبارة عن دوفيتيل سلوت، تمام. النوع الاخر بقى وهو الاكسيال سكرينج،
الاكثر سكيورنج ده اللي هو بيبتدي يثبت بقى الريش. ادي الديسك بتاعنا اهو تمام، وريشه بتدخل اكسيال كده، تدخل اكسيال كده، وفي الاخر بيجي عليها برضه هنا الصوره دي بتوضح لنا اهو، ادي الديسك تمام، هنكبرها لكم ايه، ادي الديسك بتاعنا والريشه بتدخل اكسيال كده على حسب الجنب، تدخل اكسيال كده، وادي الجزء ده بيمنعها عشان ايه ما تطلعش من الجنب التاني، وبعد ما بتركب بيدخل اللوكينج بليت ده ويقوم قافل عليها كده في الداير، فيمنع ان هي تتحرك ايه في الاتجاه الاكسيال تمام. برضو في نقطة مهمة، وهي ان هو ليه اصلا عملية السكيورنج دي بتختلف برضو من مكنة لمكنة او من ديسك لديسك، او لان احنا على فكرة ممكن نلاقي في نفس الكمبريسور، ودي بتبقى كتير يعني، نفس الكمبريسور بتثبت فيه في اول كام ديسك، في اول كذا ديسك بيبقى مثبت فيه اكسيال، البليدز مثبتها في الديسكات اكسيال، وبعد كده بيبقوا مثبتين سيركمفرنشال او في ايه في الداير في المحيط. طب هو ليه بيعمل كده، او ايه اللي بيأدي يعني، ايه السبب ورا الموضوع ده؟ ده بيبقى عملية ديزاين يعني، لان هو على حسب بيبقى المهم عنده اللي هو عاوز يقلل الوزن بتاع الديسكات تمام، فبيشوف الطريقة الانسب ان هو بقى يثبتها اكسلي ولا يثبتها circumferential. دي برضه اهو ادي بيورينا اهو، هنا ادي الاكسيال بيدخل اهي، ادي الريش اهي البليدز بتركب على الديسك اكسيالي، اما هنا فالريش بقى بتركب ايه في السيركمفرنشال، ودي هنا سبول. النوع بقى التالت بتاعنا احنا كملنا كده في الاكسيال سكيورنج والسيركمفرنشال، النوع التالت بقى هو ايه، حاجه اسمها البليسك. ايه البليسك دي؟ كلمه بليسك دي يعني البليد تبقى انتجرال مع الديسك، بمعنى لو بصيت هنا اهو ادي الديسكات بتركب هنا مثلا، البليد هتركب هنا سيركمفرنشال على الديسك، لكن هنا بنلاقي ان البليد مع الديسك حته واحده انتجرال، فبيتم تصنيعها كلها حته واحده. طب هو ليه بيعمل موضوع البليسك ده؟ موضوع البليسك ده بيعمله في بيضطر يعمله في السمول انجن او في المكن الصغير، لان بيبقى موضوع التثبيت الريش على البليز على الديسكات بيبقى صعب، المكنه بتبقى صغيره، فروته صغير وبيت صغير، فبيبقى عمليه ان هو يقدر يصمم الروت بتاع البليد ويعمل له عمليه ماشيننج والقصه دي كلها كمان مع الديسك، ممكن يقدر يبقى فيه اجزاء ضعيفه بقى صعب، فبيضطر غصبا عنه ان هو يعمل عمليه البليز كده، اللي هو يخرط الشافت كله او يصنع الشافت كله حته واحده تمام، عشان ايه يصنع بيعمل الشافت كله حته واحده. برضه بيورينا اهو البليسك، لو شايفين اهو الصوره اللي قدامنا دي، ادي بليسك حقيقيه اهو، ادي دي اهو، هنلاقيهم كلهم مفيش جزء متركب، ده هم كلهم حته واحده متصنعه منها فيها، طبعا ده بيبقى سبيشال يعني مانفاكشرنج وتصميم معين، وبيستخدم مكن معين فيها عشان يقدر يعملوا كده تمام. ده بالنسبه بقى للديسكات والاشكال المختلفه ليها وطريقه تثبيت البليد على الديسكات. لما نيجي بقى نبص لنقطه تانيه، وهي بقى البليدز، البليدز الروتور بليدز، البليدز دي بقى فيها كلام كتير، ان شاء الله هنحاول نتكلم عنها تمام سريعا يعني. ادي شكل البليدز بتاعتنا، فبنلاقي ان الروتور بليدز دايما هنتكلم برضه اللي هي ايروفويل سيكشن، زي ما اتكلمنا قبل كده على الايه، على الاستيشنري او الفينز او الاستيتور فينز، هي ايروفويل. وقلنا يعني ايه ايروفويل، قلنا هو الشكل الايروفويل او الايروفويل ليها نطقين على حسب امريكان وبريتش، فالمهم اللي هي قلنا بتبقى شكلها شكل الوينج او جناح الطيار، ده بنسميه الايروفويل. بنلاقيها كمان، بنلاحظ بقى اللي احنا لما بنيجي نعمل الايرفول سيكشن ده بتاع الروتور بليدز، بحيث ان هي تقدر تديني بريشر جريدينت، يعني توزيع للبريشر على طول الريشه، يعني على طول الريشه كده يبقى فيه توزيع للبريشر تمام متدرج. ليه بيعمل، ليه بيبقى عاوز يعمل توزيع بقى جريدوال بريشر تمام، عشان يضمن ان يبقى فيه يونيفورم اكسيال فيلوستي، يعني السرعات بتاعت الاكسل فيلوستي، السرعات المحوريه على الريشه تبقى يونيفورم متجانسه كده مع بعضيها تمام، ومش يعني بتبقى ليها قيم موحده على طول الريشه. برضو هنشوف اهي شكل تاني،
ادي شكل الريشه بتاعت الكمبريسور هنا برضو. لو احنا كده اهو ركزنا هنلاقي ان دي ريشه ايه، اكسيال ايه، اكسيال ضبطين، وبتركب اكسيال ايه، تمام. وادي ريشه ايه طالعه ايه بيوريها لنا خلاص. وادي المكان اللي بيركب عليه البيرنج بتاع الروتور. المهم لو بصينا برضو ادي شكل بقى الريشه بالتفصيل كده اهو. ناخد بقى بالنا ان الريشه دي فيها تفاصيل كتير هنبتدي نتكلم عنها. الجزء ده اهو اول حاجه بنلاقيها في الريشه دي بقى، احنا قلنا ان وظيفه الروتور او الروتور بليدز اللي هو اللي بيبتدي يدي الكاينتيك انرجي للهواء، الطاقه الحركيه بيديها للهواء. الكاينتيك انرجي دي بقى بتزيد، تمام، عن طريق الروتور. طب لما هي بتعمل بقى بتزود الكاينتيك، البليدز دي بتزود الكاينتيك انرجي، بعد كده بيبتدي يحصل عمليه ديفيوزد. يعني ايه ديفيوزد؟ يعني اللي هو الديفيوجن، ان سرعه الهواء تبتدي تقل عشان يحول لما تبتدي السرعه تقل في الديفيوزر ده اللي هو بيتشكله الستيتور فينز، بيبتدي يحصل ايه بقى، بيبتدي يتحول الكاينتيك انرجي لبريشر ايه، لاستاتيك بريشر او بريشر انرجي عند الخروج من المرحله دي. بنلاقي بقى نقطه مهمه، وهي ان الاماونت اوف ديفيوجن او كميه عمليه الديفيوجن اللي بتحصل دي في الروتور والستيتور بتكون بيتم التحكم فيها عن طريق الديزاين بتاع الكمبريسور، واللي دايما بيسموه بقى، هنسمع مصطلح كتير يقول لك ايه، الرياكشن اوف ذا ستيج او الستيج رياكشن. يعني ايه بقى الستيج رياكشن ده؟ الستيج رياكشن ده لو الديفيوجن، اللي كلمه ديفيوجن معناها اللي هو الحيود، او احنا بقى طبعا في المصطلح بتاعنا في التربينات او في الكمبريسور، ان يبتدي يحصل ديفيوجن يعني يبتدي الكينيتيك انرجي تتحول لبريشر انرجي، ونقول عليه اللي الجزء المشروع كده اللي هو الستيتور دايما بيبقى هو اسمه ديفيوزر. لكن هنا بقى بنلاحظ ان في الاكسر كومبريسور ان عمليه الديفيوجن مش بتحصل بس في الستيتور زي مثلا اللي بيحصل في السنتريفيكال كومبريسور، لا، دي بتحصل في الستيتور وفي الروتور. يعني البليدز بتاعت الروتور كمان بتعمل عمليه ديفيوجن. وبنقول هنا ان لو الرياكشن، لو الديفيوجن بيحصل في الروتور بس، يبقى ساعتها هنقول الرياكشن بتاع البليد او بتاع الكمبريسور بتاعي 100%. ولو الديفيوجن بيحصل يعني عمليه تحويل الكينيتيك انرجي لبريشر انرجي تاني، الديفيوجن هو تحويل الكينيتيك انرجي لبريشر انرجي او ستاتيك بريشر، لو بتحصل في الروتور بقى في الستيتور بس، فساعتها هنقول ان الرياكشن بتاع الكمبريسور ده هو 0%. وفي الحاله دي بقى 0% ده اللي هو يعني الديفيوجن بيحصل في الستيتور بس، بس هو ده بقى اللي بيسموه عليها ايه، الامبالس ستيج. الامبالس ستيج كمان الهاي ديفيوجن بقى في الروتور. طب ايه المشكله ان انا اخلي اعمل بقى 100% رياكشن واخلي يحصل كمان ديفيوجن في الروتور، يعني بيدي كينيتيك انرجي ويحولها؟ لقينا ان الهاي ديفيوجن بقى ده في الروتور او الستيتور، سواء بقى لو هو الزيرو في الرياكشن 0% او 100% رياكشن، بيقلل الافشنسي بتاعت الكمبريسور، تمام. ولذلك بقى لقوا ان في الانسب بقى كديزاين وتصميم وتصنيع ان يعملها 50%. يعني ايه 50% رياكشن؟ يعني 50% من الرياكشن من الديفيوجن بيحصل في الروتور، يعني الروتور مش بيدي بس كينيتيك انرجي، لا، ده كمان بيحول كينيتيك انرجي لبريشر، ستاتيك بريشر بنسبه 50%، وال 50% الباقيه من التحويل للستاتيك بريشر بتحصل فين؟ في الستيتور. عشان كده ساعتها بنقول بقى الديفيوجن از ايكوال في الستيتور والروتور. وكمان بنلاقي ان في الحاله دي بنقول على بقى 50% ايه؟ رياكشن، تمام. بس الكلام ده بقى فين بقى؟ يعني هل الكلام ده على طول الريشه؟ لا، الكلام ده المفروض بيتحقق عند البليد ميد هايت، يعني اللي هو الجزء اللي في النص ده، نص البليد، تمام. مفروض ان هو بيبقى في الحاله دي 50% ايه، رياكشن. ولذلك نحلاقي ان الرياكشن ده كمان مش ثابت على طول الريشه، الرياكشن ده بيتغير من الروت. ادي الروت بتاع الريشه وده التيب بتاع الريشه، يبقى ادي برضه ده الروت وده التيب، تمام. فبنلاقي ان الرياكشن بيتغير بقى على طول الريشه من الروت للتيب، وده بيعتمد على الديزاين بتاع البليد، تمام. بنلاقي بقى ان الهاي بريشر ناحيه التب، ادي التب اهي بتاعتنا، بيبقى الهاي بريشر ده لو انا قدرت احقق هنا هاي بريشر او بريشر عالي، تمام، ضغط عالي، هيبتدي يعمل لي بقى بالانس للسنتريفيكال فورس المتولده على التب بتاع الريشه نتيجه لسرعه الدوران العاليه، تمام. وعشان نوصل للحراره دي اللي انا ابتدي اعلي البريشر هنا، بنضطر نعمل بقى عمليه تويست،
تويست في البليد. لو احنا بصينا اهو ادي الروت بتاع الريشه، لو خدنا مقطع من الروت وبعد كده ادي عند الايه الميد هايت، وده عند التب بتاع الريشه، فبنلاقي ان الريشه بتلف معايا بيحصل فيها تويست، عمليه تويست يعني انك انت بتلف الحاجه حوالين نفسها كده، تمام. ادي اهو برضو بنبص هنا في تويست حصل، اللي هو اللوي، تويست اللي هو اللوي، عمليه لوي للريشه ذات نفسها. فلو خدنا بالنا هنلاقي اه فعلا البليدز فيها بيحصل فيها تويست. التويست ده بيعمله عشان يقدر يحقق هاي بريشر عند التب، وبالتالي يقدر يعمل بقى بالانس سنتريفيكال اكشن المتولده نتيجه عمليه الدوران، تمام. طب انا عشان اعمل التويست ده برضو كمان، طب هو التويست ده يعني انا لما هعمل التويست ده ايه اللي هيخليه ياثر في البريشر؟ اه لان لما بنعمل التويست اللي بيحصل ان بيبتدي حاجه اسمها الانجل اوف انسلنس بتتظبط، بيصحح للتويست ده، بيصحح لحاجه اسمها الانجل اوف انسلنس. طب يعني ايه بقى الانجل اوف انسلنس دي؟ عشان هنسمع عنها كتير، وخصوصا الناس اللي عاوزه تبتدي تتعمق في الديزاين. الانجل ادي شكل الريشه اهو قدامنا، لو خدنا مقطع من الريشه فبنلاقي ان في دايما حاجه عندنا زاويتين في الدخول، زاويه اسمها زاويه دخول البليد، يعني البليد دي ليها زاويه ذات نفسها زاويه دخول، تمام، وفي زاويه دخول الهواء على البليد. زاويه دخول الهواء على البليد، تمام، يعني زاويه دخول الهواء هو داخل على البليد هيبقى عامل زاويه، تمام، بياخدها مع الفيرتيكال اكسس اهو كده، تمام. ادي الزاويه الالفا 1 دي، ماشي، وفي زاويه دخول الهواء ذات نفسه، ماشي، زاويه دخول الهواء ذات نفسه. طب ايه المشكله؟ قال لك بقى لو الزاويتين دول اختلفوا عن بعض، يعني مش الاثنين، يعني الهواء مش داخل ملاصق للريشه، الاستريمز بتاعت او تدفق الفلو بتاع الهواء مش داخل ملامس للريشه كده، اللي هيحصل ان هيبتدي يحصل فرق ما بين الزاويتين دول، دي بيسموه الانجل اوف انسلنس، اللي هو الجزء اللي احنا شايفينه ده اهو كده، اللي هو ده الفرق ما بين زاويه دخول الهواء وزاويه دخول البليد، بنسموه الايه الانسلنس انجل. الانسلنس انجل دي، تمام، هي دي اللي بنحاول نصححها عشان بعمليه التويست اللي انا بظبطها، لان هي لو زادت الانسلنس انجل دي لما بتزيد كتير، يعني معنى كده ان الهواء مش داخل ملاصق للريشه، بيحصل مشاكل وقد تؤدي لحدوث السيرج زي ما احنا هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر في السيرج. فلازم نبقى عارفين ايه الانسلنس انجل دي، عشان دي هي دي اللي بتاثر معايا في عمليه الستول اللي بيحصل في الريش في الروتر والسيرج كنتيجه ليها، تمام. برضو بالمره عشان نتكلم زاويه خروج الهواء، زاويه بقى خروج الريشه وزاويه خروج الهواء، الفرق ما بينهم بيسميه الديفيشن انجل. الديفيشن انجل اللي هو الفرق من زاويه خروج الريشه، تمام، زاويه الريشه ذات نفسها البليد، وزاويه بقى خروج الهواء. طبعا لو الاثنين طلعوا ملاصقين، الهواء طلع ملاصق للريشه، ففي الحاله دي الديفيشن انجل هتكون بزيرو، وكمان لو الهواء داخل ملاصق للريشه ففي الحاله دي الانسلنس انجل هتساوي زيرو، ودي طبعا دي طبعا افضل كيس عندنا، تمام. برضو في نقطة تانية بنلاقي بقى بنلاقي برضو يا جماعة ان الهواء بقى لما بالاير فلو الفلو بتاع الهواء لما بيدخل على الكمبريسور بيبتدي يحصل بقى عندنا اتنين او تو بوندي لايرز، تو بوندي لايرز. البوندي لايرز دي يعني يبتدي الهواء يحصل له زي ان الهواء كده ما يمشيش بقى ملاصق للوول، لا ده يبتدي يمشي بقى بعيد عنها شويه، وكمان ويبتدي بقى ان سرعات الهواء ناحيه بقى الوولز دي سواء الانر وول بتاع الكمبريسور او الاوتر وول، يبتدي عندهم سرعه الهواء يحصل لها ان هي تقل قوي، وساعات يحصل بقى ايه ستاجننت اير، يعني الهواء كمان يصد ويبتدي يقف، يحصل له بقى يبقى السرعه بتاعته بزيرو، تمام. وعشان نقدر بقى نتخلص من عمليه القصه اللي بتحصل دي ونتخلص او نعوض عمليه بطء سرعه الهواء عند الباونتي لاير دي، بنعمل بقى حاجه، بنزود حاجه اسمها البليد كامبر. لو بصينا على الريشه برضو اهي، ادي صوره الريشه قدامي، فده بيسموه الكامبر لاين، الجزء ده بيسموه الكامبر لاين، وده اللي هو بقى ايه ده بيسموه الكورد لاين. فالمسافه ما بينهم دي هي دي بقى اللي بيسموها الكامبر، فاحنا بنحاول نزود الكامبر ده. طب بنزوده ليه؟ عشان لما بنزوده بنقدر نعوض عمليه قله سرعه الهواء عند الايه
عند أجزاء الريشة، ما يبقاش ملاصق للريشة، تمام؟ وبالتالي احنا عشان نزود البليت كامبر ده فبنعمل بقى حاجة كده شبه البيندنج اوفر ناحية الايه كل كورنر، سواء عند الروت او عند التيب. فبنيجي بص ادي البليد لو ما فيهاش البيندنج دي، تمام، ادي بليد عادي. اما بنعمل بقى البيندنج ده، تمام، بنلاقي الجزء ده بيتمط كده شوية، وبرضه كمان فوق ادي برضه شكل الريشة اهو بيورينا الجزء ده، تمام، وادي برضه شكل الريشة. الجزء ده برضه بنسميه ايه بقى؟ ادي برضه لو رجعنا لو بصيت كده هتلاقي ان الريشة عاملة تويست، وكمان الجزء بقى الروت بتاعتها كمان كأنها متنية، بيسموها الاند بند، بيسموها الاند بند، بتبقى عند الكورنر كده كمان، يعني غير التويست اللي هو اللوي اللي بيعمله في الريشه، لا كمان بيجي عند الاطراف في الكورنرز، سواء في الروت زي ما احنا شايفين كده اهو، او في التب، ويقوم عامل بقى ايه عمليه التانيه دي ويسموها الاند بند، تمام. ان شاء الله نتمنى يعني ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون الجميع استفاد منها، ويا رب نكون اضفنا جديد. اهم حاجة يعني استعن بالله، والموضوع يعني نحاول نصبر على نفسنا شوية ونحاول نبذل مجهود، وصدقني والله لو قدرت تتابع معانا وبدأت تزود هتلاقي ان الموضوع ممكن صعب في الاول، بس مع الوقت والله هيسهل. بس اهم حاجة تحاول، يعني ما تيأس او ما تزهقش انك انت تتابع، او تقول الموضوع كبير او طويل، لا الموضوع سهل، بس هو بيبقى في الاول انت حاسس انه تقيل، لكن بعد كده والله الموضوع بتلاقيه سهل جدا وبسيط، ويعني ان شاء الله. بس انت ايه كل واحد فينا يعني يحاول يجاهد نفسه ويستعين بالله. واخيرا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا، قناتكو تربينات بالعربي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وتنساش طبعا تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تبقى متابع معانا، وان شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.